بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أبناء الطلاب الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية من خلال المنصة التعليمية لمدرسة التميز النموذجية قسم اللغة العربية. التميز 20 عاما من التميز. القيمة الدعاء. الشعار الدعاء هو العبادة. الدعاء: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. المرحلة الابتدائية الصف الرابع. الوحدة الأولى: ما تمليه علي إنسانيتي. درس ورقة الحياة. تمهيد: أعدد أدوات الاستفهام التي أعرفها. سنذكر بعض أدوات الاستفهام، هيا يا أبطال شاركون الإجابة. تفضل يا بطل. من، ماذا، ما، متى، أين، هل، كيف. هذه بعض أدوات الاستفهام يا أبنائي التي قمنا بدراستها، ونعرف جميعا استخدام كل أداة من هذه الأدوات. معي؟ من تسأل عن العاقل، ما عن غير العاقل، أين تسأل عن المكان، وكيف تسأل عن الحال أو السبب أو الطريقة. هل تسأل عن مضمون الجملة وتكون إجابتها بنعم أو بلا، ومتى تسأل عن الزمان. واضح يا شباب؟ هيا بنا ننتقل إلى جزء آخر. أطرح أسئلة مناسبة حول الصورتين السابقتين باستخدام أدوات الاستفهام المناسبة. إذا نظرنا إلى هاتين الصورتين نجد أن كل منها تعبر عن شيء معين. نريد أن نطرح بعض الأسئلة عن هذه الصور. ماذا يفعل هذا الصديق لصديقه؟ أين يصعد الرجل؟ أين يقف الطائر؟ ماذا يأكل الطائر؟ هذه بعض الأسئلة التي يمكننا استخدامها للتعبير عن هاتين الصورتين. أقترح عنوانا مناسبا لكل من الصورتين. هيا بنا يا أبطال. الصورة الأولى: الصديق الحق، هذا صديق يساعد صديقه على الصعود. الصورة الثانية تدل على الرفق بالطير، وهذا شخص يقوم بإطعام العصفور الصغير. القراءة، هيا بنا نقرأ يا أبطال. أقرأ النص قراءة صحيحة. كانت تلك الليلة عاصفة مظلمة غزيرة المطر، لم أستطع حينها مقاومة الرياح. كانت الرياح أقوى من قدرتي على التعلق بأمي. لم أفق إلا في صباح اليوم التالي وأنا ملقاة في مكان لا أعرفه. كنت أشعر بماذا؟ كنت أشعر، كنت أشعر بالبرد والخوف والوحدة، وفجأة حملتني يد ناعمة مسحت التراب عني، فشعرت لحظتها بالحياة تسري في عروقي، ثم أخذتني ووضعتني بين صفحات كراس أحمر. لقد كان كراس يومياتها الذي أصبح منذ ذلك الحين مسكني. ومع الأيام صرت أعرف صديقتي أكثر من أي شخص آخر. صرت أعرف متى تحزن ومتى تفرح. كانت تفرح بالكلمات الجميلة التي تسمعها من معلماتها، وتحزن إن خاصمتها إحدى صديقاتها. ما يبطل؟ تثور إن عبث أحد بألعابها، وتشعر بالرضا حين تنهي واجباتها المدرسية، وتنتشي حين تكمل تلوين لوحتها. تعرفت على شخصية صديقتها وعرفت متى كانت تحزن ومتى كانت تفرح، وما الذي كان يسعدها وما الذي كان يحزنها. كنت أقرأ يومياتها بانتظام، كيف لا وأنا الورقة الخضراء الفاصلة لمفكرة خواطرها اليومية. وكانت خواطرها تبدأ بهذه الجملة كل يوم: إلى الطير الذي يطرق نافذتي كل صباح.
ولعله السبب الذي جعلني لا أشعر بالغربة لكثرة ذكرها الطيور والفراشات وأوراق الورد والعشب الطري. فقلبها الكبير ومشاعرها الطيبة نحو كل الذين تكتب عنهم بعث في قلب الطمأنينة والحب والرضا تجاهها. إذن هذه ورقة الشجرة التي سقطت من الرياح، قامت الفتاة بأخذها ووضعتها بين صفحات كتابها. وبما أن هذه الورقة ظلت معها دائما فقد عرفت ما الذي يسعد هذه الفتاة وما الذي يحزنها. كيف ذلك وكيف لا وكانت تقرأ يومياتها بانتظام. هي الورقة الخضراء الفاصلة لمفكرة خواطرها اليومية. كانت خواطرها تبدأ بهذه الجملة: كل يوم إلى الطير الذي يطرق نافذتي كل صباح. يطرق أي يدق. ولعله السبب الذي جعلني لا أشعر بالغربة. لماذا لم تشعر بالغربة تلك الورقة؟ لكثرة ذكرها الطيور والفراشات وأوراق الورد والعشب الطري. فقلبها الكبير ومشاعرها الطيبة نحو كل الذين تكتب عنهم بعث في قلب هذه الورقة الطمأنينة والحب والرضا تجاهها. وهناك سبب آخر جعلني أشعر بأني ما زلت ورقة خضراء ندية تستمد غذاءها من أمها الشجرة. حينما حملتني صديقتي من الكراس ووضعتني بين صفحات كتاب، فأصبحت أعيش في كتاب جديد في موضوعاته يختلف في عوالمه عن عالم صديقتي. كانت قراءتي له تمدني بما أحتاج إليه من الماء والغذاء والنور، فأنا لست مجرد فاصلة خضراء لكتاب، بل أنا نبتة خضراء طرية نمت بين صفحات الكتب. يبقى هناك سبب آخر جعل هذه الورقة لا تشعر بالغربة وجعلها تشعر بالطمأنينة والأمان، وجعلها تشعر أيضا بأنها ما زالت ورقة خضراء ندية تستمد غذاءها من أمها الشجرة. متى ذلك؟ حينما حملتها صديقتها من الكراس ووضعتها بين صفحات كتاب، فأصبحت تعيش في هذا الكتاب الجديد في موضوعاته، وأنه كان يختلف في عوالمه عن عالم صديقتي. كانت قراءتي له تمدني بما أحتاج إليه من الماء والغذاء والنور، فأنا لست مجرد فاصلة خضراء لكتاب، بل أنا نبتة خضراء طرية نمت بين صفحات الكتب. هيا بنا نتعرف أبناء الأعزاء على معاني بعض الكلمات الغامضة في هذا الموضوع. الكلمة وترادفها: كلمة ندية مرادفها طرية أو لينة، وكلمة تستمد مرادفها تأخذ. تستمد مرادفها تأخذ. الكلمة ومفردها: خواطر مفردها خاطرة. مفردها خاطرة. هيا نكمل يا أبطال. الكلمة وجمعها: هيا يا بطل. غذاء، ما جمع كلمة غذاء يا أبطال؟ هيا هيا استمع. أحسنت أحسنت يا بطل. أغذية، جمع غذاء أغذية. الكلمة وتصريفها: كلمة سكن تصريفها نصرف منها بعض الكلمات مثل مسكن وساكن وسكن. مسكن وساكن وسكن. هيا نضعها في جملة: هذا مسكن جميل. أحسنت أحسنت. وكلمة ساكن يا أبطال: هذا الجبل ساكن أي هادئ. وكلمة سكن: اشتريت سكنا جديدا. إذن تصريف كلمة سكن مسكن وساكن وسكن. عند وضعها في جمل قلنا: هذا مسكن جميل أي هذا بيت جميل، وهذا الجبل ساكن أي هادئ وراس في مكانه. اشتريت سكنا جديدا أي اشتريت بيتا جديدا. هيا بنا يا أبطال إلى الفهم والاستيعاب. التبادل مع مجموعتي طرح الأسئلة حول النص والإجابة عنها شفهيا لتعرف سمات شخصية الورقة في القصة باستخدام أدوات الاستفهام الموضحة بالشكل الآتي. هيا نرى يا أبطال هذا الشكل الآتي. الورقة الخضراء: الأسئلة التي سنستخدمها تبدأ بإحدى أدوات الاستفهام الآتية، وهي: متى، أين، ماذا، كيف، لماذا، ما. هيا نطرح بعض الأسئلة يا أبطال. من يعطيني السؤال الأول؟ ها هيا يا أبطال السؤال الأول. أحسن.
متى سقطت الورقة الخضراء؟ نسأل عن الزمان، الوقت اللي سقط فيه الورقة الخضراء. أين وضعت الورقة الخضراء؟ أين وضعناها؟ السؤال الثالث، ماذا عرفت الورقة الخضراء عن صديقتها؟ السؤال الرابع، كيف كانت تقرأ يوميات صديقتها؟ والسؤال الخامس، لماذا شعرت بأنها ما زالت ورقة خضراء؟ السؤال الأخير، ما الذي أسقط الورقة الخضراء؟ طبعا لديكم إجاباتها يا أبطال. السؤال الأول، متى سقطت الورقة الخضراء؟ والسؤال الثاني، أين وضعت الورقة الخضراء؟ والسؤال الثالث، ماذا عرفت الورقة الخضراء عن صديقتها؟ والسؤال الرابع، كيف كانت تقرأ يوميات صديقتها؟ وسؤالنا الخامس، لماذا شعرت بأنها ما زالت ورقة خضراء؟ والسؤال السادس والأخير، ما الذي أسقط الورقة الخضراء؟ الممارسة يا أبطال. أقرأ النص قراءة صامتة ثم أطرح أسئلة حول صديقة الورقة الجديدة باستخدام أدوات الاستفهام. طبعا قرأنا النص يا أبطال، أملأ النموذج الآتي بالأسئلة المناسبة عنها. هذا نموذج يقول أن نسأل عن المكان. طبعا نسأل عن المكان بماذا؟ ها؟ بأي شيء يا أبطال؟ بأين؟ الزمان بمتى؟ الشخصيات بمن؟ والأحداث بإيه؟ بماذا؟ وإيه؟ وما؟ المشكلة والحل. هيا بنا ننظر يا أبطال معا. المكان، أين وضعت ورقة الشجرة؟ الزمان، متى كانت تحزن؟ طبعا الفتاة. المكان، أين وضعت ورقة الشجرة؟ المقصود هنا الفتاة، أين وضعت الفتاة ورقة الشجرة؟ متى كانت تحزن؟ طبعا الفتاة. من هي صديقة الورقة الجديدة؟ الأحداث، ماذا حدث مع صديقة الورقة الجديدة؟ كيف تصرفت مع ورقة الشجرة؟ المشكلة، ما المشكلة التي واجهتها؟ والحل، هل حلت صديقة الورقة الجديدة المشكلة؟ يبقى السؤال يا أبطال، هيا بنا مرة أخرى. إذا سألنا عن المكان نقول أين وضعت ورقة الشجرة؟ الزمان، متى كانت تحزن؟ الشخصيات، من هي صديقة الورقة الجديدة؟ الأحداث، ماذا حدث مع صديقة الورقة الجديدة؟ وكيف تصرفت مع ورقة الشجرة؟ المشكلة، ما المشكلة التي واجهتها؟ الحل، هل حلت صديقة الورقة الجديدة المشكلة؟ هنا يا أبنائي في هذا الدرس نتعرف على أدوات الاستفهام. أستنتج أن الفكرة التي أفدتها من قصة ورقة الحياة هي القراءة تمنح الإنسان حياة جديدة. عندما انتقلت الورقة إلى الكتاب كانت تقرأ فأعطتها حياة جديدة. الفكرة الثانية، الكائنات تحيا في جميع الظروف البيئية المختلفة. هل هذه كانت فكرة الموضوع؟ الفكرة الثالثة، حياة الكائنات تتجدد بالرعاية والاهتمام والاحتواء. الفكرة الرابعة، الصداقة علاقة قائمة على المحبة والود والاحترام. الصداقة علاقة قائمة على المحبة والود والاحترام. طبعا يا ابني كل هذه الفكر فكر جميلة، ولكن منها فكرة واحدة هي التي تخصنا في هذا الموضوع. ها، من يخبرني عنها يا أبطال؟ تفضل تفضل يا بطل. أحسن، القراءة تمنح الإنسان حياة جديدة، هذه الفكرة التي استفدناها من هذه القصة. أبنائي الأعزاء، إلى هنا تنتهي حصتنا. بارك الله فيكم وأشكركم على حسن الاستماع والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسرة اللغة العربية تتمنى لأبنائها دوام التوفيق والتفوق.